دوز الدراري اليوم كانت مقابلة رجولية ولعبنا كرة ما سعفناش الحظ خصوصا في الشوط الثاني يعني تسيدنا المقابلة طولا وعرضا كانوا عندنا عدة فرص اللي كنا نقدروا نسجلوا منها حاولنا نهزوا لوريت على الادفيرسير بقينا محافظين على السيل دو جو ديالنا ونابريسيو كانت عندنا لا رياكسيون مزيانة على بير كنا كناخذوا الكرة لو بلو رابيدمون بوسيبل مالوغوزمون ما سعفناش الحظ كنا نستاهلوا اننا نسجلوا في مناسبة ولا في مناسبتين شكرا.